مشاهدي شاشة قناة الشروق في كل مكان، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم، تصوموا وتفطروا على خير إن شاء الله، ربنا يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من مع كل المد والتقدير. كثير من القصص الإنسانية، كثير من الحكايات المؤثرة داخل البيوت السودانية وفي أقاصي المدن والأرياف، وليس حدود ولاية الخرطوم ببعيدة ولا حدود مناطق درمان ببعيدة. اليوم عندنا حكاية من الحكايات الإنسانية المقيمة وليست عابرة، حكاية الخالة أم الجيش. الخالة أم الجيش كانت بتسكن في راكوبة، وبعد فترة من الزمن سكنت في هيكل بتاع عمارة، لعلكم شفتوه قبل شوية، هيكل بتاع عمارة قاعدة فيه وعندها 7 من الأولاد. كانت بتشتغل في البيوت، تغسل وتكوي، لكن مرضت وكثرت الغسيل في البيوت عمل لها رطوبة وما قادرة تقابل الدكتور. خلونا نتابع مع بعض حكاية الخالة أم الجيش ونواصل. مرحبا بك خالتي أم الجيش، حبابي. ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. جيتي أول حاجة أنت الخرطوم متين؟ من 2006. 2006؟ جيتي من وين بالضبط؟ جيت من جنب بابيت، حتة بقولها كازغير. كازغير؟ جيتي براك ولا معك زول؟ لا، جيت مع أبونا سوا. أها، زوجك؟ أي. ونزلت وين؟ نزلنا يا أخوك صالحة، تجينا كان ساكن في بيت واحد اسمه عوض هنا، جنب حبيب. سكنتوا في صالحة؟ أي، نجينا جنب صالحة دي. هو كان شغال شنو؟ وكان يا هو شغال على الناس البني ديل، وفي آخر السنين حس سنتين ثلاثة كده ما تبغى ظروف ما قادر يشتغل. أها، كان بناي؟ لا لا، ما بناي، بيحفر يعني، بيحفر الغرف. العوايد حقت العمارات دي. كان في شايلة طفلين برد حسن، ده كان صغير وسعاد دي مفتومة 2006. وبعد ذلك جاب غضروف ما قدر يشتغل. بعد ذلك كانت الأخيرة دي. تعالج ولا لسه؟ لسه والله، يعني كم مرات بقول بمشي، بقول له انت صعب يا هو قاعد، لكن انا يا هو بمشي بشتغل. هو ما بقدر يشتغل. يعني هو قاعد، لكن اضرب دي ما حصلت الا الشغل حقت العمارات دي ذاتها. جاوب بسبب الشغل بتاع الحفير. أولادك عندك كم ولد؟ عندي 7 أولاد، 3 ولد و4 بنات. أعمارهم كم؟ بروح امتحنت الشهادة بس ما قدرت نزل أيام. امتحنت الشهادة؟ ما قدرت تقرأ؟ ما نزلت. ليه؟ والله يا أخو زلت. والباقيين؟ الباقيين يا أبو حسن ده رقم تاني برضه ما قدر نزلت السنة اللي فاتت. وحموري ده في المتوسطة سنة ثانية، وإحلام دي سادس، وسعيد ثالث، وحوا دي ثانية. ثاني أساس، وفاطمة في الروضة. متواصلين كلهم في الدراسة؟ ايه، هو بس حمودي ده وسعاد دي واقفة بتاعت المس، ما قدرت تقدمت في الجامعة، قال لا تدفعي 300 وما دفعتها. 300,000؟ ما قدرت دفعتها. ايه، هو انا من رقبتي هي شغالة بتمشي تدي اخوانا. انت عيانة من 200؟ انا عيانة من شهر واحد. من شهر واحد؟ قالوا لي كنت ساكنين في راكوبة، يعني راكوبة. الجامعة حق انا متوحد. البوابة حقت الشمال اللي كان حاطها راكوبة هنا 6 سنة ولا 7 سنة بعد هنا. قاعدة في راكوبة شمال الجامعة. الأكل والشراب كيف؟ والله يا أخوي نمشي نشتغل ونجي نديهم، بعد نمشي نقسم للأولاد حق المدرسة وكده. يا أخوي المدارس العابون. وبعد ذاك من ولد ذاكم المبنى ده؟ واحد هنا لقى العمارة ده وقال لأبونا تعال اسكن هنا، زي ما ذاك المطر بيها تقيل. يا أخوي جينا خشينا. جيتوا في الخريف؟ طيب زمان في الخريف في الراكوبة كنتوا قاعدين كيف؟ نعم، له مشمع. اها، مشمع كده عند الكوكو ولا غني الكوكو؟ وهو بعدين وقالوا لك كنت بتشتغل في البيوت، بتشتغلوا شنو؟ بشتغلوا غسيل، مكوى، مسح. والحصل شنو؟ يا هو حصل لي العيا ده، خليت الشغل. شنو بالضبط العيا؟ يعني التهاب، يعني التهاب كبير. يعني واحد ده ما قادر، هسه انا لحد الان ما قادر اربط يوم فوق، ما بقدر اشوف كويس. خالته ام الجيش، احكي لنا عن الاولاد دي، كيف كنت بتدفع رسومهم وكيف كنت بتجيب لهم الاكل والشراب وابون عيال؟ والله لما يكون في رسوم كده نمشي نحكي للمرير يخفف لي من السير، يعني من سير لسير نطلع ندفع على القسط نديهم. حبه حبه الغنى لو جيت بدون مدرسه، يعني مثلا سنتين ثلاثه واحد بيقري بين طبعا المدرسه حاكم علينا غير الهيدي. في الأكل ده مرات نشتغل، بعد نضي لهم المساء الصباح نخلي لهم نوزع لهم نمشي نتكلم مع صلاة منه ونحط الفطور.
مرات ما عندهم حق فطور، يعني واحد هناك في المدرسة بتعامل معانا يقول لا اديهم انا كنت مشتغل انا بديك تقدم ولا يفطروا. وهسه لما بقيت عيانا اللي بصرف عليهم وكتب في الجامعة دي ما نزلت. اها وكتب انت شغل هسه خشت قبل شوية قالت خشت. بتشتغل شنو؟ غسيل ومخو. برضه غسيل ومخو؟ اه مسح. يعني هسه انت ما قادرة تشتغلي وابوه ما قادر يشتغل. تصرف عليهم وكتب. تصرف عليهم. بيتكم ناقصه شنو؟ كلهم شرابهم ديروا هو مرات كهرباء تقطع في البيت لو مية نزل لهم بس أنا أصلا غير الدنت إحنا بالتليفون بس كان كهرباء ما قاطع التنور بالتليفون التليفون وامتحنة الشهادة لكن الحمد لله أسهل من اللي جينا زلنا يعني من الثلاجة يعني من الغسالة الثلاجة دي أسهل أكل بنفضل لو في ثلاجة أنت بتاخد فيها ما في طريقة جيش نعم. عندها 7 أطفال وهي بتحاول توفر لهم لقمة العيش الحلال. أبوهم مصيب بالغضروف بعد ما كان بيشتغل في أعمال البناء والحفر، بعدها بقت هي موكلة بتوفير لقمة العيش لهم، تشتغل في البيوت غسيل ومكوى، لكن قالت الشغل الكثير غسيل ومكوى جاب لها التهاب عمل لها رطوبة، بقت ما قادرة تشتغل وهي قاعدة في البيت عندها أولادها في المدارس. بعد ما اتحولت من الراكوبة للهيكل بتاع العمارة شفتوه قبل شوية عندها بيت، امتحنت الشهادة السودانية وبسبب الظروف ما قدرت تقرا الجامعة، مستواها كان جيد جدا. البيت ذاتها لأنه ما عندهم زول يشتغل، وهيكل العمارة لأنه ما كان فيه أي خدمات، امتحنت الشهادة السودانية وهي بتقرا بين ورا التلفون، كانت بتولي على التلفون بتقرا بيه وامتحنت الشهادة السودانية ونجحت، لكن لينا ما قدرت تخش الجامعة لأنه الوضع بتاعه ما كان بيسمح لهم. هسي البيت ذاتها مشت على درب الأم تشتغل غسيل ومكوى وبتمسح البيوت عشان توفر لأولادها لقمة العيش الحلال. سألناها شنو ممكن يكون ناقص البيت، وللأمانة أول زول ما يجي داخل بيكون شايف السرير اللي أنا قاعد فيه ده هسي بتصور منه ده هو مربوط في زاوية من زواياه عشان يقدر يشيل زول، والحال لا يخفى على أحد. لكل الخيرين اللي حابين يدعموا خالتهم بالجيش ممكن إدارة البرنامج توصلهم لها لحد عندها. خالتهم بالجيش ده مبلغ مالي هدية لك من قناة الشروق، تقدري تساعدي بيه ونفسك تساعدي بيه أولادك في الفترة الجاية. شوفي أنت عايزة تعملي أي مشروع إن شاء الله المال ده يقدر يساعدك. شكرا لكم جزاك الله خير. شكرا لكم كتر خيرك. ما قصرت لأني جيتني في البيت. دي حلقتنا اليوم الليلة، حكايتنا مع خالتنا أم الجيش اللي بتعيل 7 من الأبناء أكبرهم امتحنت الشهادة السودانية بنور تلفون وساكنة في هيكل بتاع عمارة وما قدرت توفر أي مبلغ مالي لأنه أخش بيه الجامعة. خالتنا أم الجيش إذا عندك أي كلمة أخيرة حابة تقوليها أو عندك فكرة بتاعت مشروع حابة الناس يعملوا له قولي لنا عشان نوصله للناس. والله أنا بتمنى يعني يساعدني زي الأطفال ده، بتمنى يعني أولادي يخشوا الجامعة يتخرجوا يكونوا زي الناس يعني يوفر لهم شنو يعني؟ مثلاً يجيبوا لهم تلفزيون وثلاجة وغسالة يعني يساعدوني في البيت بالحاجات دي، يشوفوا عدل يا أخوي رسوخهم صعبة علي شديد في المدارس. هسه الآن جت أستاذتي قال لها الرسوم في الحكومة 15,000 ما قادر ادفع، عديت اخباري 1000 ونص رجعت بهم قال لهم مستني. انا بتحب يساعدوني في الاولاد دي انا لسه عمري صغار. الحاله امامكم لمن يريد ان يقدم يد العون والمساعده للخاله ام الجيش، اوصيكم لحد عندها. نهايه حلقه اليوم مع كل الود والتقدير لكم اجمعين، في امان الله.